دعوني ارحب بضيفي معي في الاستوديو في هذه الفقره الكاتب الصحفي احمد عطوان. اهلا بك فندم. مرحبا. طيب استاذ احمد، يعني دقه روايه عربي 21، عربي 21 تتحدث هنا عن اسماء بعينها وعن رجال اعمال وعن جهاز المخابرات الحربيه. هذه الروايه تم تداولها على مدار الاشهر الماضيه، ولكن هنا تتحدث في هذا التقرير عربي 21 بدقه بالاسماء والوقائع. يعني هل لديك تفاصيل عن هذا التقرير؟ وفي الحين لما ذكر في يعني في هذا التقرير في عرب 21، اعتقد انه هو استنتاج طبيعي جدا لطبيعه المرحله. سبق الكثير من الارهاصات لسيطره المخابرات سواء العامه او الحربيه على الشكل العام. يعني المخابرات العامه الان لاول مره في التاريخ المصري المعاصر تدي المخابرات العامه الى قلب مصر وترفع لافتات المخابرات العامه سواء في ان تقيم في المنيا، في اسيوط، في المحله الكبرى، بدا الان توزع كرتونه رمضان او تقيم قوافل صحيه. هذا الامر حقيقه يعني طارئ جديد، ان يبدا المخابرات العامه تنزل الى قلب مصر وان تتعامل مع الناس وان تقيم انشطه اجتماعيه بعيده تماما عن مهامها تماما. ليس هذا دور المخابرات العامه. ايضا المخابرات الحربيه الان واضح جدا ان الاعلام تركز عليه بشكل اساسي، لان الخريطه الاعلاميه الان في الحقيقه واضح ان هناك بعض الانفلاتات من وجهه نظر السيسي. اكثر مره تحدث وانتقد حتى ان عبارته الشهيره ما يصحش كده كان متوجه لاحد الاعلاميين اللي فقط بينتقده ان هو ازاي ان هو يسيب حدث كبير ويروح يقعد مع حد رئيس شركه. وبالتالي فهو الان حقيقه بدات الخريطه الاعلاميه تتغير. هناك رؤوس وشخصيات بينها، علشان نقدر ان احنا نعرف الخريطه الحاليه لابد ان احنا نقول بالضبط ما هي الشخصيات وما هي الخريطه السابقه اللي المجلس العسكري ارتكن عليها تماما الفتره القادمه. يعني حتى نحدد هذه الامور بدقه دعنا نعود الى الوراء قليلا. يناير 2014 تسريب اذيع على بعض القنوات الفضائيه وكان خاص بشبكه رصد الذي عرض منه جزء في التقرير، وكان السيسي يتحدث عن صناعه اذرع اعلاميه. بعدها بعام 18 يناير 2015 كان تسريب الاذرع الاعلاميه بصوت عباس كامل وهو يتحدث عن يحمد وبتكتب ولا لا وعن هذه الاذرع الاعلاميه. بعد مرور عامين على تسريب رصد ثم تسريب الأذرع الإعلامية، نحن الآن أمام خريطة تتغير كما تقول. قبل أن نبدأ في تفاصيل الخريطة، ما الذي حدث؟ يعني ما الذي تغير؟ ما هو المخابرات الحربية هي اللي بتحركهم أو المخابرات العامة اللي بتحركهم؟ إيه اللي تغير بعد سنة؟ أعتقد اللي تغير هي طبيعة الانقلابات العسكرية وطبيعة المنهج العسكري، أنه هو قد يستعمل بعض الناس لفترة مؤقتة ومرحلة مؤقتة ثم يستغنى عنهم كليتا ليبدأ هو بمرحلته بأناسه بأشخاصه بعملائه اللي هو يضمن الولاء الكامل وليس نصف الولاء ولا بعض الولاء. يعني عايز اقول سعادتك ايه، هو النهارده كان بيعطي بعض التوجيهات الى بعض الموزعين الى بعض اذرعه الى بعض الشخصيات، ولكنه الان سوف يكون هناك مؤسسه كامله تتبنى الرؤيه والرساله والفكره والهدف الذي يريده حتى بالاشخاص اللي هو حينتقيهم. فبالتالي اعتقد ان دي الشكل الطبيعي اللي هو يرتضيه. تحدثت عن خريطه تغير في الخريطه الان. نعم. يعني ما هي ملامح؟ الأول عشان نقول كيف اعتمد السيسي والمجلس العسكري ما بعد على طول 25 يناير حتى 2013 هذه المرحلة على أن يشكل خريطة إعلامية لإسقاط ثورة يناير وللتجهيز لثورة مضادة في 30 يونيو ثم انقلاب عسكري صريح في 3 يوليو. كانت هناك بعض الزواج الكاثوليكي بين السلطة وبين المال اعتمد فيه على مجموعة من الشخصيات، يقف على رأسها نجيب سويرس. نجيب سويرس وليس رجل أعمال طبيعي ولا تقليدي، نجيب سويرس هو رجل أيضا يمتلك إمبراطورية إعلامية كبرى، كان معه الأون تي في ومعه الموقع رقم واحد في مصر وقتها موقع مصراوي. وبدأ نجيب سويرس أيضا يدخل في الإطار الصحفي وشريك القوي في جريدة المصري اليوم، فأصبحت الأون تي في على طول لو احنا لاحظنا الأون تي في أصبح في أون تي في بلس اللي هي أو مباشر اللي أصبحت بتركز كل وقتها وجهودها للنقل الحي من ميدان التحرير أو للنقمة على محمد مرسي أو للنقمة على الثوار. فإذا كان نجيب سويرس رأس حربة قوي. أيضا لقينا حسن راتب وهو المحور، ربما لا يعرف الكثير المحور هذه شراكة وليست شركة خاصة لحسن راتب ولكنها شراكة مع الدولة. حسن راتب له 51% والدولة لها 49%، فكانت قناة المحور خالصة مع حسن راتب بما لديه من إمبراطورية في شركات الأسمنت اللي خاضعة خضوعا إلى الجيش تحت إمرة أيضا المخابرات العسكرية في إطارها العام.
ولو كان شراكة مع الدولة، طب ليه الدولة في عهد محمد مرسي ما تحركتش وجندت قناة المحور؟ ما هو في العقد ساري ما بين الدولة ما تغير. في الحقيقة ما هو لو احنا شفنا إلى المنهج الإعلامي حتى صلاح عبد المقصود كوزير إعلام، فكان برجل يضع منهج أن حتى تلفزيون الدولة نفسه يجب أن يكون للمواطنين، يكون للدولة، لا يكون بوقا للسلطة. كان يريد أن هو يقدم نموذج أعتقد كنا كلنا نتمنى، ولكن لم يتم. عايز أذهب إلى السيد البدوي واللي هو كان بيمتلك قنوات الحياة كلها، اللي هو أعطى القنوات أيضا كلها على طبق من فضة إلى المجلس العسكري. ثم بدأ السيد البدوي بعد كده في فترة من الفترات يظهر بعض اللقطات المعينة، فيبقى في مد وفي جزر، في تأديب وفي تهذيب. ثم ننتقل بعد كده إلى محمد الأمين. محمد الأمين في الحقيقة لو نلاحظ أنه هو السي بي سي بقنواتها بتفرعاتها، وأنشأ أيضا جريدة الوطن، فأصبح عنده جريدة وطن، جريدة مستقلة خاصة بالنهار، ثم السي بي سي بفروعها بالليل بعماد أديب بكل بلاميز بخير بكل ده. أيضا ننتقل إلى أحمد بهجت. أحمد بهجت هو كان في ظل ضيق وديون كبيرة، فالدريم تحولت إلى أيضا إلى بوق المجلس العسكري، وهو أنشأ أيضا جريدة اسمها أخبار الصباح، ولكنها كانت لم تكن ذات الصيت، وكان طبعا والي أبراشي أو رئيس تحرير لها. أيضا في الخريطة هنا توقف عند محمد أبو عنين، هو كان رجل مبارك والحزب الوطني الصريح، أنه هو أنشأ قناة صدى البلد اللي كانت بوق صريح أيضا للمجلس العسكري. هنا حأقفز المشهد مع اثنين شخصيتين حاضرين معنا الآن في الخريطة الحالية، يعتمد عليهم المجلس العسكري اعتماد كلي وحقيقي الآن في الخريطة الحالية، وهو أحمد أبو هشيمة وعلاء الكحكي. أحمد أبو هشيمة وعلاء الكحكي الاثنين هم القائمين على أمر جريدة اليوم السابع والموقع والجريدة وأيضا قنوات النهار، وبالتالي أنت أصبحت أحمد أبو هشيمة قنوات النهار واليوم السابع. أنت فيه تقصد؟ لا، ما هو ده كان فيه، أنا دلوقتي بقول الفترة الزمنية اللي ما بين يناير و2013، لأن هم هيستجلبوا الآن أحمد أبو هشيمة الآن في العصر الحالي يبقى رأس الحرب في الإعلام الحالي. لو قلنا محمد أبو عنين نختم بيه كان هو صدى البلد اللي هو جمع كل نفايات الحزب الوطني في صدى البلد، كده اكتملت الصورة الذهنية الإعلامية للخريطة اللي هم المجلس العسكري استثمرها، والأذرع الإعلامية المباشرة من 2011 حتى 2013. الآن بادئ جدا جدا إن المخابرات وضعت خريطة جديدة بشخوص جديدة. قفز من وسط هؤلاء أحمد أبو هشيمة، أولا ساب لعلاء الكحكي قناة النهار وقام شاري الأون تي في، وكمان اشترى جريدة صوت الأمة، وقام داخل على أكبر يعني وكالة بريزنتيشن الإعلانية واشتراها، وعمل هو شركة اسمها شركة إعلام المصريين، أصبحت هي الشركة الآن التي تعتمد على المخابرات اعتماد كلي وجزئي في الوقت ده. بدليل إيه بقى؟ إن أبو هشيمة هو اللي أسند إليه إنشاء حزب مستقبل الوطن اللي هو الآن الحزب الوطني المعاصر. طيب، ولكن عربي 21 تتحدث في سياق آخر، تقول أن النظام قرر إطلاق باقة قنوات فضائية من بينها قناة إخبارية وأخرى عامة تشرف على المخابرات الحربية، يعني يبدو أنه لن يتم تجنيد القنوات الحالية. نعم. سيتم إطلاق قنوات جديدة. حاجة لساعتك بقى، لأنه هو أصبح له قناته المستقلة، المؤسسة المستقلة. أنا عايز بس أقول دلوقتي هم بدأ المشهد الآن قدامنا، والقراءة بتقول إيه؟ إن يبدأ أو أحمد أبو هشيمة هو اللي يبدأ يعمل لنا مؤسسة إعلامية وحزب سياسي اسمه مستقبل الوطن. ثم نلاقي ان محمد الامين وعلاء الكحكي الاثنين يتم ادماج مؤسسه تي بي سي والنهار في مؤسسه واحده. ثم نذهب الى ياسين منصور وقال منصور، والان ما ترد على انه سوف يشتري قنوات الحياه بعد الديون بتاعتها اللي وصلت الى 800 مليون جنيه وعدم الوفاء بهذه الاستحقاقات. اذا انت امام مشهد جديد خالص، يظهر فيه ياسين منصور رجل الحزب الوطني، يظهر فيه كلاهما محمد أبو العنين وعلى الكحكي في الدمج السي بي سي والنهار، وأحمد أبو هشيمة لم يكتفي العسكر بذلك، بدأ بقى إيه؟ طارق إسماعيل. طارق إسماعيل على فكرة رجل أعمال كل واجهته في تجارة السيارات، وهو معروف أنه الصديق الصدوق للواء طارق المهدي عضو مجلس العسكري المعروف ومحافظ الأسكندرية اللي أعطاه أصلا الأرض بملايين الجنيهات وعليه بلاغ للنائب العام موجود فيه في 2014. طارق اسماعيل هو رجل العسكر الحقيقي. النهارده جه طارق اسماعيل اللي هو دي ميديا هيبدا يعمل، هو الواجهه طبعا الواجهه الصريحه، هيعملوا القناه الاخباريه،
هيعمل، وهو عمل بالفعل دي ام سي، القناه اللي هي المنوعات اللي هي بدات موجوده. استاذ احمد هنا، هل لديهم وجوه اعلاميه جديده يعني، ولا سيتم اعاده تدوير الوجوه القديمه؟ لا، هو هياخد زي بالظبط حضرتك لو انت فاكر في تجربه هو العسكر عملوها ولكنها تجربه فشلت بعد على طول الانقلاب، لما دعموا قناه تن لنجيب سويرس وجابوا جلبوا لها بعض كبار الشخصيات وبدا الوزراء يروحوا كلهم ويدفعوا فيهم، ولكن القناه لنجيب سويرس كان يده اعلى في هذا الامر وعماد جاد، كانت تجربه فاشله. الان هم هيجيبوا، وبدا بالفعل واحنا شفنا انه يعتمدوا اولا الاستوديوهات اللي هم خدوها بتاعت مين يا دكتور اسامه؟ بتاعت شركه المستقبل اللي هي صاحبها محمد الامين بتاع سي بي سي وبتاع سي بي سي وبتاع يعني الوطن، نفس الدائره نفس الدائره. خد السي بي سي ايضا، خد مدير الانتاج بتاع السي بي سي، بدا النهارده حد ياخد. طيب، هناك اسمان هما ياسر سليم واحمد شعبان، وكنت تحدثت عنهم في هذا البرنامج، ربما كان لاول مره يكشف اسمائهم. نعم. ياسر سليم كان في المخابرات الحربيه، واحمد شعبان كان ايضا في المخابرات الحربيه. نعم. ويقال ان احمد شعبان هذا هو الذراع الايمن لعباس كامل مدير مكتب عبد الفتاح السيسي، يعني فين دورهم في هذه الخريطه الان؟ هو حضرتك على فكره بالمناسبه المخطط الان يظهر شيئا فشيئا. يظهر بمعنى ايه؟ ان طارق اسماعيل الواجهه الاقتصاديه او الواجهه الاعلاميه، الواجهه اللي بيصدروها للناس، هذه نحن نعلم انها واجهه ليس اكثر، بدليل ان حضرتك ان عندنا راديو 90 90. طب ده راديو ده صريح جدا للمخابرات، بتاع المخابرات. ايضا موقع مبتدا ده بتاع المخابرات، احنا كصحفيين واعلاميين نعلم انه بتاع المخابرات عن طريق الكتابات، الكتابات والمؤشرات والعاملين ايضا. أيوة، الامر لا يخفى، اصل العاملين كلهم برضه احنا عارفين مين هم، الطابور الخامس اللي بيعمل من الصحفيين مع المخابرات. وبالتالي النهارده لما يبقى الراديو 90 90 ثم الموقع مبتدا، ويبقى طارق اسماعيل هينشئ النهارده دي ام سي، القناه الفضائيه والقناه الاخباريه، واضح جدا جدا ان هم الفتره القادمه حتى الان بداوا فعلا يستقبلوا اسماء بعض المذيعين، وزي ما هم قدروا ان هم يقصوا بعض المذيعين من المشهد تماما. احنا نسينا ريم ماجد، ونسينا باسم يوسف، ونسينا محمود سعد، ونسينا يسري فوده، ونسينا معلش مع احترامي توفيق وكاش، حتى اتنسى اللي كان. هم قدروا ان هم كتير قوي بعض رجالتهم اللي هم استخدموهم لفتره معينه. طب بتحسب يسري فوده وريم ماجد من رجالات النوع؟ طبعا استعملوا فتره معروفه، ويسري فوده يعني مهما قلنا وما هو الاول ان يتحدث ويتكلم ويقول، والرجل حتى يقول ويوح بنفسه ان الاعلام الحالي والاعلام عبد الناصر هو نفس الاعلام العسكري الذي اغرق مصر في نكسه. هو يعني تم الاستغراق وتم استهلاك يسري فوده في مقاصد واهداف الخطه العسكريه لاسقاط الشرعيه ومحمد مرسي، ثم بعد كده قالوا تفضل. ريم ماجد نفس القصة، يعني فضلي. لماذا لا تقول أنهم كانوا يعبرون عن آرائهم الشخصية، يعني كان ده رأيهم الشخصي فيما يحدث في البلد في هذا التوقيت، وبعد فترة عندما أرادوا التعبير عن آرائهم أيضا أبعدوا للأسف الكبير، يعني لم يبعدهم مرسي ولكن أبعدهم السيسي. تمام. يسري لما يسري فودة لما جه يسيب قناة الأون تي في، الراجل قال إن هو ما عادش قادر يعني يقول، في ضغوطات عليه، في نهار توجيهات موجودة، وإن المناخ لا يسمح إن هو يقول. إذا كان هناك ضغوطات وكان هناك توجيهات، والمناخ إذن الآن عافان، هو يبتعد تماما. إذن أنت أمام مجموعة من الإعلاميين حتى آخرهم يوسف حسيني. يوسف حسيني حين تفوه فقط بكلمة في إطار تيران وصنافير خارج المنهج المقرر تم الإطاحة به، فهو النهاردة حيستجلب بعض المذيعين وبعض الإعلاميين المحسوبين حقيقة حقيقة تامة على المخابرات، هي واجهة موجودة. طيب، واحد هناك نقطة يعني تحتاج إلى توضيح. هذه القنوات الجديدة وهذه المواقع الجديدة ستكون إذن اللسان الناطق باسم النظام، باسم المخابرات الحربية. طيب، ماذا عن يعني كتيبة القنوات الأخرى، كتيبة العاملين فيها بالملايين، إبراهيم عيسى وكل المذيعين؟ احنا اتفقنا دكتور أسامة على إن أحمد أبو هشيمة بقنوات الأون تي في هي أيضا قنوات عاملة وتصب تماما في مصلحة العسكر. احنا اتفقنا السي بي سي والنهار مع الدمج بين محمد الامين وعلاء الكحكي هتصب في مصلحه العسكر، انما زي ما قلت لسعادتك هو عايز مؤسسه لا يملي عليها قراراته او بتوجيهات، ولكن تنطق بكل ما يريد. هو يريد مؤسسه كامله ليه. حك فاكر في خطاب السيسي لما قال ان انا قادر ان انا مش عارف كاتبتين او ثلاثه اطلقها على الفيسبوك والسوشيال ميديا، ان انا اعاتب المعدين ان هم اللي بيعملوا مش عارف المحتوى ده، كان مش عاجبه المحتوى بتاع دي القنوات اللي هي اصلا ناطقه باسمه. فدلوقتي هيعمل قناه ومؤسسه تنطق باسمه خالصه، مش بتوجيهات لا باملاءات كامله. القنوات الاخرى ستكون معارضه مثلا؟
بالفعل على فكرة لابد احنا نحسبها كذلك. بمعنى لما شفنا في القاهرة والناس ان ابراهيم عيسى يترك الان تي في فقلنا والله ده خلاف، لكن لما يروح ابراهيم عيسى ليكن معارضا في القاهرة والناس، القاهرة والناس اللي هي مين صاحبها؟ طارق نور. طارق نور اللي هو مين؟ طارق نور اللي هو بيقوم على الملف الإعلامي للمرشح للرئاسة عبد الفتاح السيسي، ثم بعد أن يدخل قصر الاتحادية يعين هو مسؤول عن الملف الإعلامي. طارق نور اللي هو المعروف أنه هو الصهر السيسي، وإن انتصار السيسي هي بنت خالته بقرابة شديدة. فمستحيل تقول لي أن القاهرة والناس هي قناة النهاردة بتعارض السيسي، لا، هي الدور بيقول كده، أن يترك القاهرة والناس تتكلم بشكل معارض، وإبراهيم عيسى يقول بشكل معارض. ولما يجي السيسي يختار من كل موزعين مصر في بعد سنتين من الدورة اللي عملها حد يتكلم معاه، يبقى مذيع من القاهرة والناس اسمه أسامة كمال. إذا كانت القاهرة والناس هي بلا شك هي قناة شكلها معارض، علشان يجي الوقت يستثمرها السيسي في كل المناحي اللي عايزها. طيب، هذا السيناريو هل تتوقع له سقف زمني، يعني مع بداية 2017 مثلا، أم الأمر سيطول؟ لا، ده خلاص هو بدأ بالفعل، خد القرارات، يعني بداية وإطلاق هذه القنوات وتدشينها. يعني عربي 21 يتحدث عن خلاص تعاقد مع أسماء شهيرة يتم الآن، والأمور يبدو أنها تتم على قدم وساق. دي ام سي خلاص، يعني خلاص ده أصبحت النهاردة لها الشكل ولها الإطار، ده خلاص بدأ عمليا. أنا أتوقع الأمر خلال أسابيع قليلة إن يتم إطلاق القنوات. طبعا يعني الموقع مبتدأ شغال، راديو 90-90 شغال، وطارق إسماعيل الواجهة موجود، والفلوس موجودة، إمكانيات موجودة، إيه هيعطلهم؟ الآن في اختبارات للمذيعين يا دكتور أسامة، الآن معنى أنه يختبر المذيعين الآن وحدد فرق العمل وحدد المدير، إذا ده راجل خلاص هو خلال يعني أسابيع قليلة يتم التشكيلة. ما هي الرسالة التي تنقص عبد الفتاح السيسي أو تنقص نظام عبد الفتاح السيسي كي ينشئ لها قنوات تسوقها؟ هو رسالة فقط في عقلية العسكر. العسكر لم يعتاد مطلقا السيسي خلال 45 سنة في الحقل العسكري، بل هو حتى كان في إعدادي مدرسة عسكرية، في ثانوي مدرسة عسكرية، ثم تخرج الرجل ليلتحق بالعسكرية. هو لم يعتد مطلقا أن يوجه له نقد ولو بسيط. هو الرجل المنهج العسكري، افعل لا تفعل، قل ولا تقل. فحين يجد بسيط ولو قليل لمن يعترض على ما يحدث الآن، فهذا لا يرضيه. هو هيطلع قناة علشان بالأمر العسكري قل كذا حاضر، افعل كذا حاضر، يعني العقلية العسكرية، المنهج العسكري. ولكن يعني المثل الشعبي يقول وتفعل المشة في أبو شعر مش عارف إيه. هو المشكلة كلها إن السياسة العسكرية على مدار سنتين سياسة أثبتت من فشل إلى فشل إلى فشل. عندك نظام اقتصادي بينهار تماما، نظام أمني بينهار تماما، عندك يعني الشغل خلال سنتين احنا شفناه من الفناكيش اللي هو روجها، هو على فكره بيحمل القنوات اياها اللي هي الان ما لم تساعده في ترويج لهذه الفناكيش لناس الماده. طب هيروجوا ايه؟ قالوا عاصمه اداريه وقالوا فدادين، وناس مش مقتنعه. اذا هنا المشهد السياسي هنرجع له مره اخرى، قناعه الشعب لن يقتنع بهذا المنهج. طيب، سؤالي الاخير، مصادر التمويل طارق اسماعيل هو الواجهه كما تفضلت، هل طارق اسماعيل هو من سيمول فقط ام ان الجيش هو من يمول؟ لا، انا ما اعلم يقينا إن راديو 90-90 اللي حصل على التراخيص من الإذاعة والتلفزيون كان المخابرات، وهي التي دفعت، ولكن وجاء كان طارق إسماعيل. يعني موازنة القوات المسلحة، طبعا موازنة المخابرات الحربية، لأن السؤال الذي يعني كان سيالي هذا، ماذا سيحصل طارق إسماعيل؟ يعني ما هو المقابل طارق إسماعيل؟ المقابل إن الرجل النهاردة رجل أعمال، ويهمه أيضا أنه هو يبقى في الواجهة، يبقى يحافظ على أمواله. ودكتور أسامة لسه من شهرين فقط في جريدة البديل نشرة عن طارق إسماعيل، هذا الحوت اللي هو خد أراضي الدولة وخدها بملاليم من طارق مهدي محافظ الأسكندرية أحد رجالات المجلس العسكري. هو أيضا الزواج بين السلطة والمال، هو رجل يريد أن يحافظ على ماله. شكرك، شكرا جزيلا نحن العطوان، الكاتب الصحفي، كنت معنا في الاستوديو. نافذ على مصر، حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، حوار خاص مع ضيفي في الفقرة الأخيرة الدكتور منذر علوة، أحد رموز التيار الليبرالي بعد وقبل ثورة 25 من يناير. فاصل قصير فقمنا.